المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران الإيرلندية رايانير يوقعان اتفاقا لتطوير الوجهة السياحية للداخلة بإطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة تربط جوهرة الجنوب المغربي بالأسواق الأوروبية. الهدف هو تعزيز الربط الجوي بمدينة الداخلة اللي كتعرفوا حتى تطور كبير في قطاع السياحة، خصوصا كوجهة رائدة في ريادة المائية. وإحنا في حقيقة سعداء نشوفوا هذه الشركات الكبرى بحال رايانير اللي كيواكبونا بقوة باش يمكن لنا نحققوا هذه الأرقام القياسية اللي كيعرف قطاع السياحة حاليا. هذا الاتفاق يمتد طيلة المواسم السياحية الأربعة المقبلة، وينص على برمجة أربعة خطوط جوية دولية جديدة نحو الداخلة، وتلتزم الشركة الإيرلندية بموجبه بتعزيز الربط الجوي للداخلة بشبكتها الدولية الواسعة. أطلقنا خطين جويين يربطان الداخلة بوجهتي مدريد ولنزاروتي، ومن شأنهما أن يساهما في تعزيز التدفقات السياحية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل الشروع ابتداء من شهر يناير المقبل في إطلاق خطين جويين يربطان مطار الداخلة بمدريد بإسبانيا ولنزاروتي بجزر الكناري بوتيرة رحلتين اثنتين في الأسبوع.